الشوط الاولاني انتهى، الاهلي كسب 3-0، بقى الشوط هنا في مصر. يعني الكرة علمتنا كده، صح، ما بعملهاش الى اخر لحظه. يعني المباراه القادمه بقول للعيبه لسه بطاقه الحسم ان شاء الله، لو انا دي فلسفتي ان شاء الله، لو كسبان 7، لو انا كسبان 7 بره ارجع هنا القاهره كاني بلعب 0-0، النتيجه 0-0. ما فيش حاجه اسمها في كره القدم انك وصلت، كره القدم لا تعترف الا مع صفاره الحكم مباراه تانية. حتى في الدوريات صح، لما انت تكون عندك فرق بين الخصم 16 بونت وفاضل 5 ماتشات اقدر اقول لك مبروك الدوري، لان لو اتغلبت بقيه الماتشات كلها يبقى انت بطل ببونت. ده اللي انا بقوله، ده رقم واحد. لكن خلينا النهارده نقول الشوط الاولاني النادي الاهلي لعبه بحرفيه كبيره قوي. النادي الاهلي النهارده امتعنا كره قدم في الشوط الثاني، صح، رغم ان انا اشوف زعلان من اللعيبه اخر 15 دقيقه، زعلان منهم جدا. مش بتكلم على النتيجه ان هي تبقى 5 أو 6 أو 7، ليه؟ ليه احنا ما عندناش الفلسفه بتاعت ان احنا نكسب 6 و7 و8؟ ليه؟ يعني انت يعني ده مش غرور، والله ما غرور ان انت كسبان النهارده الترجي 3، لكن انا كنت اتمنى ان الفرص، وعندنا 3 فرص 4 فرص الشوط الثاني، انفرادات 4 لعيبه على 2، كنا نقدر نجيب 3 4 تجوان. ولكن يبقى حاجه مهمه، النادي الاهلي مرعب في افريقيا، قوي، اسمه عالي قوي، بيديك 30% من قوه على اي فرقه. النهارده انا قلت لك الترجي هيتاثر بجمهوره، وتاثر النهارده بجمهوره تاثير جامد جدا، يعني لانه الترجي فرقه كفاح، فرقه قوه، هتلاقي جمهوره دايما بيدفعوا زي الرجاء وزي الانديه شمال افريقيا، الجمهور بتاعه ممتع زي الجمهور المصري، جمهور النادي الاهلي بالاخص، جمهور النادي الاهلي ممتع. علشان كده بقول لك يا كابتن ايمن النهارده ابدع النادي الاهلي في التكتيك مع كولر. الابداع مش من النهارده، احنا كنا بنتكلم اكتر من مره انه انا بقولها دايما، مستر كولر عارف افريقيا، بدا يعرفها، عارفها كويس، يعني عارف ان هو كرة القدم مش زي اوروبا، بالذات في البطولات الافريقية، انك توصل لهدفك من اقرب مكان ومن اقرب حتة. يعني هو النهاردة قلنا هيلعب بثلاثة فندراء وكسب 3-0، يعني انت بتتكلم على واحد انت المسمى انه بيدافع ولكن كسبت 3-0. ولكن اقدر اقول مبروك لأهم عنصر في النادي الاهلي، هو عنصر الجمهور، وبقول له ان شاء الله املى الاستاد وروح استمتع بفرقتك، ولان لسه ما حسبناش الحسم النهائي، نهايه لازم تروح وتأزر فرقتك وتشد فرقتك. ورساله لكولر ولاعيبته، النتيجه 0-0، ما عملناش حاجه لسه، نرجع عشان نلعب الماتش الثاني عشان ما يحصلش مفاجآت. هو انت مش كسبان في تونس؟ يعني ما فرق ممكن تكسب في بلدك عادي، كرة القدم كده علمتنا هكذا. فأنا بتمنى إن احنا ناخد الأمور بجدية، نرجع شوط أول انتهى، خلاص لسه شوط تاني، وصفر صفر النتيجة، ولكن عندك يعني إيه ثقة إنك بتلعب، عندك أريحية. أيوه، يعني أنت تقول لفرقتك إن النتيجة 0-0، خلاص انتهى الموضوع، خلص، ما شوط خلص، ولكن تلعب بثقة وأريحية وتلعب كرة قدم كويسة، تمام؟ وتكسب وتحافظ على شبكتك نظيفة. حاجات كتير قوي دروس يتعلمها الأجيال كلها، إن حتى لو أنت كسبان 7 تلعب الماتش اللي جاي كأنك 0-0. هي كده، عايزين الثقافة دي. النهاردة نكسب 4-3، لا كنا نكسب 5-6، الأجوان السهلة كانت لازم تيجي. وحتى لو كسبنا 5 نرجع نلعب 0-0. هي كده كرة القدم. ومبروك لجمهور الأهلي العظيم، مبروك لمجلس إدارته الشوط الأولاني، لسه الشوط الثاني كمان نوصل إن شاء الله، ولينا كلام آخر في المباريات اللي بعد كده. ولكن خلينا كل تفكيرنا على المباراة دي، الماتش اللي جاي. الترجي بيلعبك على التأهل، لسه ما تأهلتش، فبيلعبك على بطاقة التأهل،
هتطلع ان شاء الله لما تعمل نتيجة إيجابية مع هنا وتوصل للنهائي وساعتها نتكلم بإذن الله رب العالمين.